أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات المصرية. في الوادي الجديد تم توزيع 1700 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة حياة كريمة. سماء الأقصر شهدت استمتاع 1650 سائح من حول العالم على متن 70 رحلة بالون طائر. وفي محافظة المنيا وصل إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية لحملة 100 يوم خلال سبتمبر الماضي 110465 خدمة. كمان أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أنه تم تحصين 8397 شخص خلال شهر سبتمبر بلقاح الكبدي الفيروسي بي. خلينا نتابع التفاصيل. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الوادي الجديد أعلنت توزيع 1700 كرتونة مواد غذائية ضمن جهود مبادرة حياة كريمة والحملة التنموية الشاملة إيد واحدة بالمحافظة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً. شهدت محافظة الأقصر تحليق رحلات البالون الطائر غرب المحافظة بصورة طبيعية، وانطلقت في السماء 70 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1650 سائح من حول العالم. وبتعتبر رحلات البالون الطائر اللي بيستمتع بيها السائحون من حول العالم أهم الرحلات السياحية اللي بتجذب الجميع في البر الغربي، ومحافظة الأقصر بتحتل المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر. في سوهاج قدمت القافلة المتكاملة اللي نظمتها مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني خدمتها الأهالي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة في محافظة سوهاج، وقدمت الدعم للفئات الأولى بالرعاية من خلال تسليم 1500 كرتونة مواد غذائية واستخراج 200 بطاقة رقم قومي للسيدات، كما تم استهداف 200 ملف من ملفات الغارمات. في مطروح تمكنت فرق الطب البيطري من خلال حملات التحصين ضد الأمراض بالوحدات البيطرية وتسيير القوافل المناطق المستهدفة في مختلف أنحاء المحافظة من تحصين أكثر من 312 ألف رأس من الأغنام والماشية ضد الأمراض المختلفة بزيادة مضاعفة عن السنوات الماضية. أكدت محافظة أسوان أنها نجحت من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إدراك 90% من قرى المحافظة لمشروعات الصرف الصحي بنهاية المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية اللي جاءت لحل مشاكل القرى. أكدت مديرية الزراعة بالبحيرة توافر تقاوي القمح المعتمدة بمنافذ البيع التابعة للمديرية بمراكز المحافظة استعداداً لموسم زراعة القمح، والمستهدف زراعته من محصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام بيبلغ 355 ألف دان. أعلنت محافظة المنيا أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية اللي قدمتها حملة 100 يوم صحة بالمحافظة خلال سبتمبر الماضي بلغ 110465 خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية اللازمة للمواطنين. أكدت محافظة كفر الشيخ الدفع بأربع أتوبيسات و86 سيارة سيرفيس إضافية لنقل الطلاب والأهالي بمجمع مواقف سيارات الأجرة بالحمول خلال فترات الذروة لمنع الازدحام وحرصاً على سلامة ومستقبل الطلاب. أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أنه تم تحصين 8397 مواطن خلال شهر سبتمبر بلقاح الكبد الفيروسي بي، وده بنسبة تغطية 89% فضلاً عن 7500 سجين من النزلاء الجدد باللقاح الكبد الفيروسي بي بنسبة تغطية 100%.